الكحل ديالو و تيلبس حتى ل 41. شفتوا الستيل ديالها وهالكاميل ديالو ما شاء الله. شفتوا وراهم جلد ماشي سكايا البنات. شفتوا كيف جا في اللبس كيف ما قلت لكم. شوفوا معايا هذا الموديل هذا كيفاش كيجي. والسنيسله عطيني رجل اخرى خديجه ها نتوما حتى هو لابسه في الضو دابا ل 100 درهم. بغيتي هكا كروكون، بغيتي في هذا الكروكون هذا حتى هو، بغيتي هكا في الجلد ها نتوما كلهم هادو 100 درهم المق في اللبسه ديالهم. وعندنا الفيرني، شوفوا الموديل الاخر وهذا الفيرني وكيلبسوا حتى ل 41 ياك خديجه. حتى ديال الالوان النواغ ديالو حنا شو تصور داولي بهذا الشكل تصور داول 100 درهم حتى هما شحال كان ثمنهم الاصلي هادو. غادي يكون المتابعات اللي هي هاد البلاصه كامله هادشي اللي كتشوفوا سواء سبرديله، شوفوا معايا هاد سبرديله 100 درهم، هاد الموكاسه 100 درهم، هاد سبرديله حتى هي 100 درهم، عندنا لي بوط نتاع البنيات الصغار هادو حتى هما البنات 100 درهم. متابعي قناه العثمانيات كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، نهار جديد وفيديو جديد وكذلك المحل جديد. اليوم البنات انا معكم في مرجان سيدي عثمان الهراويين. شو ما شاء الله المحل اللي غنصور لكم فيه اليوم هو المحل اللي كيبيعوا الاحذيه النساء والاطفال كذلك. ان شاء الله اليوم لاول مره غنصور لكم غادي يكونوا اثمنه زوينين وتخفيضات نتوما غادي تتابعوا غادي تشوفوا الاثمنه اللي غادي يكونوا ان شاء الله. وقبل ما نبدا البنات غادي نعاود نشكر المتابعات ديالي كاملين، سمعتوا الصويت الحمد لله اليوم احسن وكنبارك لكم حيت اليوم الاربعاء كنصور الفيديو البنات، يعني البارح كان الماتش وكنقول لكم مبروك عليكم وعلينا وعلى العالم العربي كامل. ما شاء الله فرحونا المنتخب ديالنا وفرحوا العالم العربي كامل، المسلمين كلهم فين ما كانوا فوق الكره الارضيه فرحناهم البارح الحمد لله. كانت الفرحه كبيره كبيره صراحه. اش غادي نقول لكم احساس المغاربه كاملين، يعني قبل ما نربحوا انا كنت متاكده 100% كل شيء كان غيسكت لي القلب بحالي البارح الحمد لله. منين فرحونا اليوم ان شاء الله المحل اللي كيتواجد في كيف ما قلت لكم في مرجان سيدي عثمان الهراويين تيحلوا طيله الاسبوع ما تيسدوا حتى شي نهار، تيحلوا من 10 حتى ل 9. كيديروا الارسال في كازا وفي خارج كازا، اي حاجه عجبتكم ديروا سكرين مرحبا والف مرحبا. وكيف العاده نبداو كاملين بالصلاه والسلام على الحبيب المصطفى، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد باش نتوما ان شاء الله تذكروا تصليوا على النبي وحنا يبارك لنا الله في الفيديو ديالنا. ونبداو على بركه الله ونبداو بالهميزات ان شاء الله وموديلات فنين. واليوم البنات سليعه ان شاء الله اللي غادي تصور ده اليوم ابتداء من 100 درهم. اليوم سلعه ان شاء الله غادي تكون من 100 درهم كلشي غادي يستافد. ونقولوا بسم الله على بركه الله ونقولوا السلام خديجه كي دايره لاباس عليك؟ بخير امورك مزيان الله يبارك فيك. مرحبا بلاله لطيفه الله يحفظك ليا. شكرا الله يخطيك الله يكبر بك الله يكبر بك. ونبداو على بركه من هنايا من هاد الهميزات اللي هنايا هاد البرود كانت هادو البنات شوفوا معايا شحال كانوا 320 درهم واليوم غادي يبقاو لكم 200 درهم خديجه. نعم نبداو من هنا من الصولد. هادو البنات سلعه شوفوا معايا هانتوما هادو هانتوما اللي كانوا 320 اليوم 200 درهم. عندنا بزاف ديال الشكيلات غنبداو ليهم من هذا الشكل هذا اللي تيجي هكا بالسيوره. شوفوا الشكل ديالو المقاسات اللي كيكونوا فيهم كيكون فيهم من 37 هي من 36 من 36 من 36 حتى ل 40 ما في بغيت نقول زعما ما فيهمش 41 ما فيهمش 41 حدهم 40. كاين هاد الستيل فيهم غير الكحل فيهم غير النواغ. كاينين هادو اللي كيجيو هكا طالعين برود كان خفافين هكا سنسله فيه هكا المط وفيه هادو فيرني ولكن هادو فيرني شكل اخر. هما اللي بحالهم جبدي لنا خديجه هانتوما دوري ليا شي بان ليهم في هنايا السنسله يعني اللي بغاتو فيرني ها هو والسوميله ديالو ها كيفاش دايره دابا الحمد لله مع هاد الشتيوا اللي عطانا الله. وكاين هاد الستيل كلشي 200 درهم ومن 36 حتى ل 40 حتى ل 40. عطيني موديل اخر كاين هاد الموديل هذا هذا هو برود كان هذا كيجي شويه هكا بلا هادو كتجي السمنه ديالهم هكا وهذا كيجي على هاد الشكل ها نتوما شوفوا البزيم فيه هنا سنسله وهذا تيجي شويه قصير مقارنه مع هذا ها نتوما شفتوا شفتوا ما شاء الله. اعطيني موديل اخر خديجه
هذا بوط، هذا دومي بوط. هادو برود كان، وهادو الدومي بوط، هادو 200 درهم تا هما. فيهم هاد الشكل هكا، حيدني نشوفوهم الداخل كيفاش داير. ها هو شتو من الداخل كيفاش داير، في الخفه خفيف، فيه النواغ. هذا بحالو، هذا شكل اخر، فيه غير النواغ. نشوفو كاين هذا الموديل، هذا هذا تا هو 200 درهم. كاين هذا شتو، وكاين هذا الموديل، هذا هو نيتلا نفسه. هانتوما هادو شنو فيهم تا هما، من 6 للربعين. زدينا موديلات اخرين، كاين هذا الشكل، هذا هو اللي شفناه. كاين كاين في المات، في الفيغ، في الفيغني تا هو. نشوفوا الفيغني ديالو، هذا مات ديالو. هذا بريان دائما 200 درهم. واخا شوفوا موديل اخر في هادو، انتو ما كاين هذا الستيل، هذا هكا شوفوا. ومن هنا حلينا غير شويه باش يبان لهم من الداخل كيفاش داير. كاين الارسال، المقاسات شفتوا هذا كيفاش داير، بحال ما طلاسي من الداخل، باش حتى كتكون رجلك مرتاحه. والسميله حتى لي هنا باش تبان لهم السميله. هانتوما السميله ديالو هذا كيفاش جا، وتا هو 200 درهم. كاين هذا الشكل، هذا انتوما هانتوما هانتوما هاد الشكل هكا، دومي بوط 200 درهم، من 36 حتى 41. شوفي لنا شي موديل اخر. هانتوما هادو البرود كانات، هادو نفس هذاك شفناه، هذاك اياه. ثم 200 درهم، من 36 40. نقلب لكم موديلات. هذه اول هميزه، هذا الماغو هذا باقي فيه، باقي كاين في هذا الموديل، هذا فيه نشوف لكم. ها هو شوفوا هذا اللون، هذا شتو ماغو شوكولا، حتى هو 200 درهم، شتو 4000 ريال. يعني تبارك الله، وهاد الشيء راه فيه العدد، ماشي كميه محدوده، ياك تقريبا قلتي لي فيه واحد 200 بياسه تقريبا، شفتوا 300 بياسه، يعني ماشي كميه محدوده، راه فيه ما شاء الله العدد. هاد الستيل هو الاول وريته لكم، وثمنه زوين، هذا ب 200 درهم. هذا جلد، شفتوا هذا الشكيل ديالو مزيان. شوفوا كيفاش جا البرود كان ديال 200 درهم، اللي كانوا كانوا شحال 320. عطيني رجل اخرى خديجه، وهذا الفيرني، وكيلبسوا حتى ل 41 ياك خديجه، لان 40 تجيها كبيره، يلبسوا حتى ل 41. نوريكم موديل اخر من البوت. نتوما الموديل اللي قلت لكم في الاول، ها هو كيفاش جات، هو في اللبسه ما شاء الله، شفتوا كيجي، ها هو. نشوف لكم موديل اخر حتى هو لبسوه، وزدتكم موديل اخر البنات من هذا الدومي بوط، غير باش تشوفوهم كيفاش كيجيو في اللبسه. عطيني رجلك الاخرى خديجه، ها انتوما ما شاء الله. ودابا 200 درهم، فيه النواغ في هذا الموديل. عطيني الموديل الاخر، ها انتوما الكامل، شفتوا غير باش يبان لكم كيفاش كيجي من البوس. هادو شحال تيمشيو؟ هادو 350، هادو كيديروا 400 درهم. اليوم المشاهدين ديال لاله لطيفه اليوم 350 350 البنات هادو. هانت احلي لي غير واحد باش يشوفوه من الداخل، كيكون الطالون ديالو هكا دومي طالون، ها هو نتوما شفتو. في هذا الشكل، هذا في هذا الموديل، هذا وفي هذا الموديل، هذا شفتو 350 هادو بدل 400 درهم. كاين هذا، وهذا فيه الكحل، فيه البيج، ها هو. وهذا الموديل هذا فيه حتى هذا اللون، شوفوا معايا هذا الماغو، هذا هذا الكامل 350، فيه النواغ ديالو 350. والبنات حتى اللي طالع حتى هو شحال اليوم؟ 300 هذا 350 هذا قلتوا لي 450 350 اليوم حتى هو.
بغيتي الطالع 350، بغيتي القصير 350. بالنسبه للمقاسات اللي في هذه الموديلات، هذا فيه من 36 40، حتى هو من 36 حتى ل 40، وهادو لي بوت اللي طالعين شوفوا البنات حتى هو 350. اييه فيه النوار وفيه الكامل، ها الاسود ديالو نتوما شو ما شاء الله. كاين هاد الستيل كيجي بوينتي هكا، نتوما حلينا هذا خديجه شي يبان ليهم من الداخل. هذا شوفوا كيفاش كيجي من الداخل هكا مصوف، حتى هو 350، فيه البيج ها هو نتوما، وفيه النوار 350 من 36 حتى ل 40. وكاين هاد الستيل هذا شوفوا هذا كيفاش كيجي، كيجي طالع وفيه هنايا لاستيك ومن الداخل حتى هو فيه السنسله، فيه السنسله يعني واخا كيكونوا السيده كيكونوا عندها هكا لي مولي عامرين ما تخافش منه. شوفوا معايا شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي من هنايا، حتى هو 350 بدل 400 درهم، ومن 36 حتى ل 40. ما كاينش شي مقا شي موديل هنا فيه 41، حيت بزاف كيسولوا على 41، فيه البيج وفيه الابيض. البنات هادو راه فيهم حتى ل 41 هاد السلعه اللي هنايا، وهادو اللي هنا هادو كيبداو من 37 40، من 37 40 هادو فيهم 41، يعني هاد لي بوت نلقاو فيه 41، تلقاو فيه 41 البنات. هادو فيه غير البيض حتى هو تلقاو فيه 41، وفيه الباج فيه البيض والباج والنوار، وفيه حتى الكحل. شوفوا معايا هاد الموديل هذا كيفاش كيجي نتوما، ما شاء الله ما شاء الله. هذا حتى هو 350، كيجي هكا فودان وفيه هاد لي ستراس من هنا ومن هنايا. فيه اللوان هذا ولا غير النوار؟ هذا جبنا فيه غير النوار، فيه غير الكحل هذا ها هو. النوار كيتكونسومي بزاف، كيمشي مزيان. شوفوا هاد البرود كان هذا، هذا حتى هو البنات اللي تيتبغي هاد الستيل، وهذا فيه سلسله غير ديكور هكا من اللور ما شاء الله. اييه 350 حتى هو. شنو باقي؟ شوفوا هذا الموديل هذا عجيب زوين هذا. خديجه حلي لنا باش يبان لهم بحال غادي تبقيت بحال التقشيره. شوف باش كيجي في اللبس ديالو ها هو، يعني الا بغيت نقول غير جبدي هذه باش تبان لهم انه كيتجبد، حتى السيده اللي كتكون رجلها عامره راه تدخل ليها رجليها. شفتوا 350 هذوك 36 40، هادو فيهم حدو من 40، من 36 ل 40، فيه الباج وفيه الكحل وفيه هذا. ها نتوما فيه بحال هكا هاد الباندا ولا هاد السينتا اللي هنايا في الدوغي. اييه وكاين هكا كله، شوفوا نفس حتى هو نفس الشكل، هذا اداري اداري. كيجي من هكا شويه كاري، هذا فيه 41، هذاك فيه 41، فيه 41. الموديل ما ورناهش لكم البنات في لي بوط، شوفوا معايا هادو اللي كتجي السميه ديالهم على هاد الشكل، فيه الكامل دوري خديجه وفيه الكحل ها هو النواغ. هذا شكل اخر ولا بحال بحال؟ ماشي بحال بحال الموديل. 350 وتيلبسوا حتى ل 40، 41 فيهم 41 هادو؟ لا هادو فيهم 40 هي الكبيره. شفتوا الموديل اللي وريتكم قبيله؟ شفتوا اللي كيجي هكا، يعني تقدري ديري السروال لتحت، تقدري ديري هكا اللي بغيتي. وشوفوا النواغ ديالو حتى هو كيفاش جا في اللبسه. بالنسبه لبستي 40 ولا 9؟ 9 يعني 40 تلبس 41. نشوفوا موديل اخر البنات، نتوما البنات هذا الموديل كيخلاوه هما، قال لك هذا موديل اداري. هذا موديل اداري، عطيني الاخر. وهذا تيجي الطالون ديالو هكا، شفتوا هادو ديال 350. نتوما هذا الموديل شوفوا معايا البنات الكاميل كيجا ما شاء الله، هذا كيجي بوينتي شويه من القدام، وهذا شكل اخر. هادو 350 و تيلبسو حتى ل 41 البنات. اصغر مقاس 6 ولا 7؟ لا 6، من 6 ل 41، دونك 6 غتلبس 37 حتى ل 41 البنات. الموديل كيفاش جا في اللبسه البنات ما شاء الله، عطاني الكحل ديالو و تيلبس حتى ل 41. شفتو الستيل ديالهم والطالون ديالو كيفاش كيجي، كيجي كاري شويه من القدام و 350 البنات. هذا الموديل ما وريناهش لكم، هذا عطيني داك اللون باش يبان لهم هذا البنات ماشي جلد، هذا فودان، وفودان داير فحال هكا. وملي لبساتو خديجه قالت لي شحال مريح ورطب البنات، حتى هو فيه حتى 41 شفتو. وهنايا الطالون ديالو كيجي بحال هكا، بحال الشكل ديال العود ما شاء الله. والنوار كيجي كامل نوار في نوار، هذا حتى هو فيه حتى 41، يعني 40 كتلبس 41،
و350. لبس لكم اخر بوت ان شاء الله ونشوفوا موديلات اخرى. البنات هذا الموديل حتى هو كيفاش جا ما شاء الله، هذا كيجي طالع وكيجي بوينتي وكيجي تطالون شفتوا، والسنيسله عطيني رجل اخرى خديجه ها انتوما حتى هو لابسه فيه غير 39 يلبس ل 41 و350. البنات هادو حتى هما كيفاش جاوا في اللبسه نبعد باش يبان لكم، وتا هو راه يلبس ل 41 لان خديجه لابسه غير 9 وجات قدها نتوما، وهالكاميل ديالو ما شاء الله شفتوا. السلعه غتسولنا البنات هذه ديال برا، هذه ماشي ديال البلاد شفتوا، عطيني رجل اخرى. وهادو باش انهم مزيانين فيهم حتى هنا كيتيراو بالنسبه للسيده اللي كيكونوا عندها لي مولي، يعني ما تخافش فيهم هنايا هاد لاستيك كيزيدوا يتيراو. و350 هادو بدل 450 درهم. اخر موديل البنات في هذا الموديل هذا ما شفناش غنلبسوا لكم حتى هو، خديجه لبسي لنا هادو. هادو البنات تيجيو حتى هما على هذا الشكل شفتوا كيفاش كيجيو، كيجي فيهم الدان وفيهم الجلد كذلك، الطالون ديالهم ها كيفاش كيكون، وكاين هذا الكاميل هذا ها نتوما السميله ديالو كيفاش كيجي هكا الطالون ديالو، ومن هنايا كيفاش كيجي نحل لكم باش يبان لكم. هذه كلها سلعه ديال برا البنات ها نتوما شفتوا كيجي من هنايا، يعني في هادو كيكونوا حتى في الرج في اللبسه كيكونوا هكا مريحين شفتوا، هادو سلعه ديال برا سميتها دي رابور اييه كتزلق ما والو، دي طالو كاري كونفورتاب وهاد كاين هذا كيجي كاري هكا هاد عاوتاني تا هو زين، هذا فيه جلد هنايا وهنايا فودا حتى هو لا ميم شوز، هادو راه غير ديكوراتيف كيتحل السنسله باش كيكونوا حتى في اريحيه في اللبس ديالو. هذا حتى هو سميله اونتي دي رابون زوين على البروده ما طلع على بروده لا والو، وشا وشا كلشي مزيان. ونمشيو نشوفوا الجهه الاخرى ان شاء الله. هنايا كاين هنايا هادو صبابط ميديكال، شوفوا معايا هادو صبابط ميديكال، كاين هاد الشكل هذا وكاين هاد الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. حلينا غير هاد باش يبان لهم هانتوما، يعني العفطه تاع الرجل كتحطيها هكا شتو كيفاش كيجي. بالنسبه للسيده اللي كتكون عندها الوقيف الميمات هادو زوينين وخفافين، وهادو كنتو كدوزوهم 250 درهم اليوم 180 وباقي فيهم المقاسات من 36 ل 41، من 36 ل 41 البنات، فيهم البلومارين فيهم الباج ها هو شفتوا كتبان لكم العفطه تاع الرجل، يعني كتجي هكا رطبه ما شاء الله سيري وفيهم الكحل ها هو، وكتكون السميله هكا باج والخفه للميمات الناس اللي تيضرهم رجليهم. وكاين هذا الموديل هذا حتى هو كيمشي هكا ميديكال حتى هو، كتكون على شكل بحال شكل سبرديله ها نتوما لا بالغينه هكا، حتى هي خفيفه من هنا وشدي شوفوا من هنا كيفاش كتجي هكا بومبي من هنايا شو ما شاء الله، فيها هذا اللون فيها الكحل نوار ها هو نتوما، فيها البلومارين 180 من 36 ل 41 180 بدل 250. نعم بالنسبه للسلعه راه كلها بون كاليتي، حاجه مزيانه في فينيسيون شوفوا هذه عاوتاني ها انتم هذه انتم حنا هزينا على غفله 200 درهم شفتوا، كتكون هنايا هكا فيها هاد، بالنسبه حتى الناس اللي كتكون رجليهم عريضه كتبغي شي حاجه اللي تجمع لهم رجليهم، هادو كيقلبوا عليهم بزاف ديال الناس على حسب الميمات، هادو عندكم فيهم العدد موجودين ما شاء الله 180 ياك 180 هذا الموديل فيه غير الكحل واقيلا فيه غير نوار فيه غير الكحل حتى هو حتى ل 41. قلت لكم حتى هذا الصباط هذا اللي قلنا خديجه قالت لك عمرها قيساتو كيجيك مريح مريح البنات شفتوا كيفاش كيجي في اللبس ها نتوما البنات، مع الضو ومع جليش في البيض كيعكس كيتبان لكم بحال شويه التصوير مظلم راها من الاضاءه شفتوا تبارك الله كيفاش جا في اللبسه ها نتوما، نعاود نوريه لكم ها نتوما 180 هادو راه كانوا حتى ل 250 شفتوا مريحين 180. هنايا شوفوا هادو صباط كيجي هكا كومبونسي شفتوا هذا ماشي جلد، هذا البنات راه جلد ماشي سكاي، وكاين عندكم قلتي لي عندكم هادو العبارات ديال كومبونسي عندكم اللي كتبغي العلو مثلا واللي كتبغي هكا دومي طالون هكا في هاد الكومبونسي هكا، يعني
كتكون هكا الطالون ديالو قصير. هذا حتى هو جلد ماشي سكاي، شفتوا هذا الموديل تيجي من هنايا هكا فيه الدان ما شاء الله. هذا الشيء اللي تلبس عاد كيبان. هذا فيه الكحل وفيه الماغو، فيه الماغو عاوتاني بستيل اخر. والمقاسات هذا شنو فيه؟ من 36 ل 40 عفوا البنات، من 36 ل 40. شوفوا معايا هاد الستيل هذا اللي كتبغي تلبس شي حاجه ورجليها مجموعه، شفتوا كيجي تقريبا حتى هو بحال شكل ما يبانش. وهنا فيه هكا لاستيك باش كيجي يعطي يزيد كيعطي مازال العرض. فيه الكحل وفيه الماغو وكتمشي السميله اللون ديال الجلد، شفتوا هذا حتى هو جلد ما شاء الله. والثمن غير 180 راهم جلد ماشي سكايا البنات، شفتوا كيف جا في اللبس كيف ما قلت لكم. وفي اللبسه ديالو جا خطير. عطيني رجل الاخرى. هادو عاوتاني كتبغي هاد الستيل هكا اللي هما هادو البنات. انا نقرب لكم ها هو اللي هو هذا، شفتوا ها نتوما. لكن الاخر جا خطير في اللبسه ديالو. عطيني خديجه رجلك الاخرى ها نتوما. وتيبان رطب ماشي تيبان، راه رطب من هنا. فيه هادي على حساب رجلك ما تضبركش. ومن هنايا فيه لاستيك واللبسه غير 39 وانت كتلبسي 40، شفتوا راه يلبس 41 البنات. هاد الموديل قالوا لي راه غيجي فيه حتى البلومارين، حتى هو فيه 180 درهم البنات. صبيبطات شي حاجه زوينه. وهادو السيدات اللي كيبغيو شي حاجه كلاس، كاين هذاك الستيل اللي تتبغي عاوتاني شي حاجه هابطه، كاين هاد الستيل هذا شفتوا ها نتوما. شوفوا الخدمه ديال الصباط من الداخل كيفاش دايره. هذا حتى هو فيه النواغ وفيه الكاميل وفيه الماغون وفيه البيج وفيه البيج. ها نتوما البنات راه فيه 200 درهم، شفتوا 180. تلبسي لنا هذاك خديجه كيفاش جا في اللبسه. ها هو شفتوا، اذا لقيت لكم اللي يلبس لكم. عطيني الرجل الاخرى شفتوا هاد الكاميرا كيفاش جا في اللبسه. وبالنسبه كاينين جوج سميلات اللي ما بغاتش العلو، كاينين هادو تيجيو هكا قصارين شفتوا. وهل الفرق بيناتهم؟ هذا تيجي هكا عالي وهذا شويه هكا تيجي قصير. 180 درهم. هذا فيه الكحل، فيه داك الكاميل وفيه الماغو وفيه الباج، وتيلبس 49. وشنو لبستي دابا ني 9 وكتلبسي انت 40، دونك راهي لبست 41 البنات. هذا باقي موديلات اخرين. حطي داك النواغ ولا ديري في رجليك كاع يبان ليهم. شوفوا النواغ كيفاش جا البنات، شفتوا ان شاء الله كيفاش جا في اللبسه ديالو. ها نتوما هادو اللي هكا الكومبونسي ديالهم طالع. واللي بغات كيف ما قلت لكم الحاضر راه تيجي. غادي نحاول بنات هذا الموديل دابا اللي داير طوندونس في اشكال وانواع اللي تجي السميله ديالو على هذا الشكل. بحال دابا كاين هذا الموديل كيجي هكا جلد كروكو وكتجي السميله في هذا الشكل هكا شفتوا. وكاين هذا الموديل هذا اللي كتجي السميله بحال شكل برودكان. هادو دابا دايرين طوندونس. بالنسبه لهادو لا ماتير ديالهم زوينه وخفاف، وخا كتبان لكم هكا السميله تيجيو خفافين في اللبسه ديالهم. وعندنا الفيرني، شوفوا الموديل الاخر تاع الفيرني ها هو كيفاش جا. هادو البنات كانوا شحال 200 دابا 180، ولكن البنات هادو 9 كتلبس 49 كتلبس 40 ياك. كاينين ثلاثه ديال هاد الزواقات، ديروا سكرين لاي موديل عجبكم ومرحبا. ونشوفوا موديل اخر. هاد الموديل تا هو لبسته لكم باش يبان لكم كيفاش كيجي في اللبس. فيه الباج، عطيني رجل اخرى خديجه. فيه النواغ تيلبس البنات هذا، حيت خديجه كتلبس 40 جاها كبير تلبس 41. ها نتوما الستيل ديالو كيفاش كيجي هكا فيني مزيان. والسميله ديالو كيفاش كتجي و 180. ما فيش في غير ثلاثه جوج الوان، فيه جوج ديال الوان، فيه الكحل وفيه الباج البنات. ونشوف لكم هادو اللي تيجيو على شكل موكاسان بهاد السميله هكا الكومبونسي. شوفوا معايا نلبسوهم ونتلاقاو. ها نتوما البنات كيفاش جاوا في اللبسه. لبست لكم هاد الكاميل، شفتوا السميله ديالو كيفاش كتجي كومبونسي. عطيني رجل الاخرى خديجه. ها نتوما نواغ وفيه الباج. هذا تيجي هذا الجلد ديالو كيتسمى كروكون ياك. ها نتوما ومن هنايا كيكون هكا مريح. هادو 150 120 150 درهم اليوم. كاين هادو اللي هكا الجلد ديالهم كروكون، وكاين هذا اللي كيجي هكا مات. انا غنلبسهم لكم حتى هما. هذا راه يلبس 41 لان 40 كبيره على خديجه، يلبس 41. شوفوا السميله ديالو العشاق الموكاسان هذا، شو كومبونسي هكا ما شاء الله. 150 بدل 200 220 درهم ما شاء الله. ونشوفوا موديلات اخرين.
اليوم البنات الصورت اللي غادي يكون المتابعات اللي هي هاد البلاصه كامله، هادشي اللي كتشوفوا سواء سبرديله، شوفوا معايا هاد سبرديله 100 درهم، هاد المكاسه 100 درهم، هاد سبرديله حتى هي 100 درهم، عندنا لي بوط نتاع البنيات الصغار هادو حتى هما البنات 100 درهم، هادو بقات فيهم كميه محدوده، شتو البنات هادو بقات فيهم كميه محدوده ما فيهمش بزاف، هادشي كامل اليوم غيبقى لكم 100 درهم، وفيه المقاسات فيه من 37 ل 40، من 37 حتى ل 40، شوفوا معايا هنايا، ها نتوما شوفوا شحال كان البنات هذا 180، دابا 100 درهم، شفتوا؟ ها نتوما هاد الكومبونسي هكا من 180 ل 100 درهم، هنايا كاينه كذلك هاد السبرديله ولا هاد الصباط الميديكال هذا المريحين، بحال هاد الشكل اللي لابسه خديجه، بحال هادو اللي شفنا هنايا. شتو هنايا 180 وهادو تصولداو لي بهاد الشكل تصولداو ل 100 درهم، تا هما شحال كان ثمنهم الاصلي هادو؟ 220 البنات دابا 100 درهم. خديجه تلبسي لينا هذا باش يشوفوا كيفاش كيجي في اللبس، هذا البنات خطير هذا في اللبس، تتلبسيه لينا. ها نتوما السبرديله تا هما هادو فيهم المقاسات من 37 هادو 40. من 37 ل 40 البنات 100 درهم. كاينين هادو اللي تيجيو تا هما هكا هاد البالغينات هكا خفافين حتى هما 100 درهم، كاينين في الغوز كاينين في الابيض. المكاسه البنات اللي شفنا هادو كاينين هادو من 180 قلت لكم البنات ل 100 درهم اليوم، فيه هاد الباج فيه النواغ فيه البلومارين وفيه الكاميل وفيه حتى داك الكري الميتال، وكاينين هادو البلا البنات. هذا مكاسه، شوفوا المكاسه كيفاش داير، ها نتوما المكاسه البنات شوفوا شحال كانوا هنا 130، دابا كلشي 100 درهم هادو، ها نتوما شفتوا، وشوفوا المكاسان كيفاش داير، ها نتوما ياه كانوا 280 100 درهم، كاين اللي في الجلد وكاين اللي هكا في الفوده. شوفوا البنات هادو، شوفوا باش كتعرفوا المكاسان رطب، يعني ملي تيديروا ليه بحال هكا، المهم انا كنشوفهم تيديروا ليه بحال هكا، يعني باش كيتجمع كيكون مريح، 100 درهم فيه الخضر فيه الموف. انا غنوريكم اللوينات اللي في المكاسان لانهم هنا كلهم هادو، ها هما البنات شوف هادو كلهم تصولداو دابا ل 100 درهم. بغيتي هكا كروكون، بغيتي في هاد الكروكون هذا حتى هو، بغيتي هكا في الجلد، ها نتوما كلهم هادو 100 درهم. المقاسات خديجه تيلبسوا حتى ل 41 هادو، تيلبسوا حتى ل 41، هاد الصباط حتى هو 100 درهم، هادو البنات حتى هما تصولداو دابا ل 100 درهم. ها نتوما صبيبطات من مرجان ينادي البنات ديال الهراويين الهوته في الصبيبطات، شتو هذا الصول ديال الله، هاد الصول دابا بالنسبه للسبرديله البنات الميديكال هاي لبستها خديجه، شوفوا كيفاش كتجي في اللبسه ما شاء الله، مريحه البنات وخفيفه و100 درهم. شتو في الجهه الاخرى 180 وهذه تصول داك ل 100 درهم، ارسال جميع المدن وفيهم المقاسات وفيها حتى ل 41، شتو هادو فيهم حتى ل 41، هانتوما هاي نيت خديجه لابسه هذه 41 فيها حتى ل 41، وانت لبستي 41 جات قدك دوك كيلبس 40 ياك البنات، هذا تيلبس حدو 40 ماشي 41، لان لبست 41 جات قدها كيلبس 40 هذا للامانه فقط. سبرديله حتى هما البنات هذا الشيء كله 100 درهم، وماشي هذا الشيء اللي كاين راه فيهم العدد، يعني شحال ما بغيتو راه فيهم. وغادي ندوز لكم البنات للصابو حتى هو، وعاد ندوز لكم السبرديله ديال الوليدات الصغار حتى هما راهم كاينين. صابوات غادي نبداو لكم من هذا الموديل هذا، شوفوا هادو كيجيو هكا على شكل قريقيبات كتسمى، تتلبسي لنا خديجه واحد جوج الوان، ها نتوما هادو كيفاش كيجيو. واليوم البنات شحال كتبيعوهم خديجه؟ ما فيهم الثمن، ها نتوما البنات 180، شحال غيبقاو لنا؟ 150، شتو الثمن البنات 180 غيبقاو لكم 150، ها هي خديجه غتلبسهم لينا. فيهم هاد الماغو هذا، فيهم الكاميل وفيهم الكحل، والمقاسات خديجه دابا انت شنو لبستي؟ لبستي 40، يعني هذا غيلبس 40، شفتوا ها كيفاش جا في اللبسه البنات ما شاء الله، 150 بدل 180، في ثلاثه ديال الالوان، النواغ ديالو حنا شفناه، هادو كيمشيو هكا كيتسمى بستيل قرقابه كنسميوه. كاين هاد الموديل البنات حتى هو اللي كيجي هكا، انتوما شفتوا كيفاش كيجي من هنايا رطيطب، فيه حتى هو ثلاثه الالوان، عندنا فيه هاد اللون في اللبسه البنات، شتو راه غير 37 اللي لابسه خديجه، شتو راه فيهم حتى ل 40 حتى ل 41، شتو كيفاش كيجي في اللبسه، ها هما 130 بدل 150،
شفتوا المتابعات، شوفوا من هنا كيفاش كيجي هكا رطبين، شفتوا الستيل ديالهم. هادو راهم معروفين البنات، هاد لا مارك معروفه. وكاين الشكل الاخر، عطيني هذوك الموديلات حتى هما البنات هادو كيفاش كيجيو. شوفوا معايا حتى هما نفسهم، غير هادو تيجيو هكا جلد سامبل، وهادو تيجيو بحال شكل كروكون ولكن في شكل اخر. خديجه حطي لنا رجلك فيهم. كاين حتى هاد الموديل، شفتوا كيفاش قلت لكم جا ها هو ملي تلبس. نشوف رجلك الاخرى، راه لابسه غير 37 حيت خصنا نجبدوا 40، راه فيه حتى 41، فيه حتى نوار، فيه ثلاثه ديال الالوان شفتوا. وكاين السامبل ديالهم، هاد الموديل اللي كيكون هكا فيه السامبل ديالهم. المهم في هادو كاملين انهم من هنا مريحين رطبين، وكيجيو كلهم هكا شفتوا كيفاش كيجيو ما شاء الله. و 130 درهم غير المتابعات، 150 130. نوريكم موديل اخر. يا ربي امين، سمعوا دعوات الخير سيده غدر العمر، اللهم امين يا ربي العالمين، حنا وانتم وجميع المسلمين. الله يديك الحاجه على خير ويجيبك على خير، الله يتقبل الزياره. الموديل البنات دائما في الميديكال، هادو كيجيو هكا فيهم لاستيك هنا، حتى بالنسبه للسيدات اللي كتكون رجليها عامره. ها انتم كيفاش كيجيو في اللبسه، فيه البلوماري وفيه الكحل وفيه الباج. شحال هو؟ شحال هذا؟ 180. كيبقى لكم نتوما 150. 150 المتابعات، وكيلبس هو حتى 41 شفتوا، 150 حتى 41. كاين هذا الموديل هذا حتى هو، ها انتم شوفوا انا نوريه لكم من هنا. شوفوا كيفاش كيجي حتى هو من هنايا ميديكال، فيه الكاميل وفيه الباج وفيه حتى الكحل. ها كيفاش كيجي في اللبسه، والثمن ديالو شحال خديجه؟ هذا حتى هو 180، ولكن المتابعه ديال لالا لطيفه 150. الله يحفظك الله يكبر. بالاخرى البنات اللي كيجي بهذا الاش هادي، شوفوا وتا هو من هنايا رطيطب. ها انتم ميديكال رطب، والخفه الخفه شفتوا كيفاش كيجي. كاين جوج الموديل، كاين كيكون فيه بحال هكا هذا الاش، وكاين اللي كيكون على هذا الشكل هكا بحال اللي كتكون هكا في السيكان وفي هذا. والثمن ديالهم البنات في المحل 180، والمتابعات 149 درهم. ها انتوما فيه الكاميل، فيه الكحل، فيه الباج، وفيه هذا البرونز هذا. والموديل الاخر حتى هو فيه نفس اللوينات وكيلبس. شوفوا 41 لابسه خديجه، ها انتوما شفتوا يلبس حتى 41، لانها كتلبس هي غير 40، هي 41 كبيره عليها. ومن 180 ل 149 درهم، وفيهم اللوينات. تقريبا البنات راني دوزت لكم كاع الصابوات اللي كاينين، لي بوت اللي كاينين. دابا غنمشي ان شاء الله ندير لكم جوله حتى في السبرديله، حتى هي عندهم، عندهم موديلات ديال السبرديله، موديلات مختلفين. وكاين حتى ديال الوليدات البنوتات. عندكم ولاد وبنات ولا غير بنات؟ بنات ولاد. هاد الموديلات هادو والبنات تاع السبرديله هي فيها عندكم تخفيضات للمتابعات ديالي. غتسمعوا الثمن وغتسمعوا الثمن باش غتاخذوا نتوما. نبداو بهذا الموديل هذا، كيجي على هاد الستيل. شوفوا ما شاء الله من هنايا رطبه. شوفوا السميله ديالها كيفاش كتجي، كتكون كلها بيضة. هي لابساها خديجه في النوار، ولابساها في الابيض بالخضر. هانتوما كتمشي البيض بالاخضر بهذا الفيغ او، وكتمشي البيض بالبيض والكحل، وفيها حتى الكري. ها هي فيها حتى الكري. هانتوما المقاسات خديجه، هادو المقاسات هادو من 36 ل 40، من 36 حتى ل 40. انتي شنو لابسه؟ 40 لابسه 39، جاتك مزيانه مزيره. دونك قلت لها 40 كتلبس 40، قالت لي لا 40 كتلبس 40. والثمن ديالهم اللي كان هادو 230، واليوم شحال؟ 200 درهم. 200 درهم 200 درهم 180. يلا البنات 180 حيت صافي ديالك والجمهور ديالك. الله يحفظك، حيت هو قال لي غنخليهم لك ب 180. الله يعطيك الخير، من 230 ل 180. كاين هذا الموديل هذا، وكاين هذا ديال بحال شكل الايزي هذا. في مقاسات ولا حيت كيبانوا لي هادو مقاسات صغار؟ هذا من 36 ل 40، تا هما من 36 ل 40، تا هما اليوم 180. ها انتم البنات الثمن ديالهم شفتوا، 200 درهم 180 في الكبار. عندنا هذا الموديل هذا اللي كتجي سبرديله كومبونسي على هذا الشكل، شفتوا ها هي فيها الالوان، هذيك فيها جوج الالوان، فيها الزرق بالغوز والغوز بالبيئه. فيها الغوز والزرق غير في السيوره وهنايا شفتوا. وهذه حتى هي تتلبس مناش من 37 ل 40، من 36 حتى ل 40. والثمن ديالها حتى هي هذه 180 درهم. هذه البنات كتجي هكا تتلبسيها لهم خديجه باش تشوفها كيفاش كتجي في اللبس. كتجي بالنسبه للبنات اللي تيبغيو السميله عاليه، كتكون هكا قصيره كتبغي سميله عاليه. وعندنا هذا الشكل هذا حتى هو نفس
نفس الموديل كتجي فيه كهاد السنيسله شفتوا خفيفه خفيفه هادي شفتوا السيل ديالها هانتوما كتكون فيها غير هنا هكا شويه الغوز وهذه بيضه في بيضه في هذه فيها النوار هكا حتى هي كتلبس على 40 حتى 40 من 36 ل 40 وحتى هي 100 180 نمشيو دابا للوليدات الصغار باقيين في برديدات الكبار الكبار كاين هادو من الموديل دابا اللي عندنا مازال ان شاء الله يكونوا موديلات اخرين هادو واش فيهم الكبار ولا غير الصغار؟ فيهم الكبار هادو من 36 ل 40 هادو من 36 ل 40 حيت كتبان 36 صغيره هادي 38 هادو جوردن كتبان لك حيت السميه كتكون كومبونسي كيما يكون موديل صغير ما راهي لباسه مزيان 36 بحال دابا هادي 36 من 36 حتى ل 40 هاد جوردن هادي هذيك ميتي كولور ديالها هما الالوان اللي فيها فيها الخضر فيها هاد اللون وفيها النوار فيها النوار والثمن ديالها هذه كتبقى ب 220 درهم 220 درهم هذه البنات شفتوا هذه 220 درهم ها هي وكاين هاد الستيل هذا حتى هو هذا حتى هو زوين هذاك شحال كيمشي هذا حتى هو هذاك حتى هو داير له 220 درهم 220 هذا هذا الوان داير فيه الوانات زوينين فيه البيض في الكحل فيه الكحل بالبيض وكاين هكا هذا اللون وكاين هذا الموديل هذا حتى هو هذاك 180 درهم هذا 180 هذا نشوفوا خديجه كي جات السبرديله ها نتوما البنات شفتوا ها هي كيفاش كتجي في اللبس ديالها ان شاء الله 180 كتلبس 40 مزيانه كتلبس مزيان 40 مزيان يعني كتلبس مقاسات 40 41 تلبس ونشوفوا هادو ديال الوليدات الصغار ها نتوما عندنا هاد الستيل هكا حتى هما هادو على حساب حتى هما بحال شكل لا ماشي بحال شكل جوردن شحال تيمشيو هادو هادو 130 درهم شحال كان ثمنهم 180 هادو الوليدات دابا 130 درهم من 29 ل 35 هادو من 29 ل 35 فيهم هكا هادو هكا ما كيكونوش طالعين على هذا الشكل ها نتوما فيها الكحل فيها هذا الشكل وكاين هادو اللي طالعين فيها الكري فيها الاحمر وفيها هاد اللون البنوتات باقي شفتهم هاد اللون البنوتات ها هما هنايا مستفين شوف كما كتشوفوا ها هما وهنا كذلك هادو هكا بالدوغي البنوتات ديالنا شوف كيفاش كيجيو 130 درهم هادو شفتوا 130 وهانتوما عاوتاني هادو شكيلات اخرين هكا 130 وكاينين كلها غوز البنوتات 130 قلنا من 27 حتى سي يوسف هادو مناش من 27 هادو كيدلا هادو كيدو من 29 حتى 35 من 29 حتى ل 35 هادو وفيهم الغوز والكري والنوار فيهم اربعة اللوانات دابا كاين غير الغوز والبيض اللي محطوط ها النوار ها الكحل ديالو شتو وكاينين هاد الستيل هذا ها هو شوفوا هادو تا هما شتو 100 درهم هادو 100 درهم هادو سبرديلات 100 درهم نشوفوا لكم كنظن دورت لكم المحل كامل ما خليت لكم حتى شي حاجه جيوا البنات باش تستافدوا بهاد الهميزات والناس اللي خارج كازا حتى هما مرحبا بهم غير تواصلوا مع الارقام اللي في الفيديو ومرحبا والف مرحبا.